لما بنقول إخواتنا وأهلنا في غزة دي مش شعارات، دي حقيقة، ودعمنا ليهم هيفضل مستمر لحد ما تتحسن الأوضاع هناك. اشتغلنا وجهزنا لشاحنات كتيرة مليانة بالمساعدات الإنسانية، تخطط 108 قاطرة، ووصلنا بيهم لمعبر رفح، وفضلنا مرابطين لحد ما دخلت المساعدات ليهم. ومش بنكتفي بده، اللي انتم شايفينه ده دي قافلة جديدة للتحالف الوطني اللي وصلت لخمسين قاطرة، ودول ضمن 200 قاطرة هيتم إرسالهم الأسبوع ده متجهين لمعبر رفح لدعم أهلنا وإخواتنا في غزة. طالعين 3 تريلات مواد غذائية، حوالي 60 تريلا متقسمين على 3 تريلات دول، في تريلا منهم أدوات طبية تكلفتها حوالي 2.5 مليون، في التريلا الخامسة فيها مية. بنك الشفاء مساهم بيهم بتريلتين كلها أدوية ومستلزمات طبية. رأينا إن الحاجات اللي موجودة تبقى الأولوية للمصابين والجرحى والعمليات، فمعانا خيوط جراحية، معانا إبر جراحية، معانا تطهير، معانا محاليل. جمعية الأورمان بتشارك ب 11 تريلا لدعم أشقائنا وإخواتنا في فلسطين. ال 11 تريلا عبارة عن 5 تريلات فيه مواد ومساعدات طبية، و 6 تريلات فيها مواد غذائية من كراتين مواد غذائية وبطاطين. دي مش أول قافلة، دي تاني قافلة. إحنا القافلة الأولانية كنا مشاركين بحوالي 30 طن مواد غذائية، فيها كل المواد الغذائية اللي أهلنا في غزة محتاجينها. إحنا النهاردة برضو بنشارك بنفس الكمية. المساعدات الإغاثية والإنسانية تنوعت ما بين أدوات طبية وأدوية وآلاف الأطنان من المواد الغذائية واللحوم، وكمان بطاطين وملابس، ودي بمشاركة العديد من مؤسسات التحالف الوطني. بنقدم أدوية وبنقدم مستلزمات طبية وبنقدم أي حاجة في ريليتد أو خاصة أكتر للقطاع الطبي والصحي. طالعين بتقريبا 41 شاحنة موزعة ما بين مواد غذائية ومياه ومواد طبية ومستلزمات أطفال. احنا مجهزين 120 تريلا بحوالي 2000 طن مواد غذائية بنفس النوعية، دي بتخدم حوالي 150 ألف أسرة فلسطينية. القطاع الطبي وساعدنا فيه بتجهيز عدد كبير من الأدوية، كمان اشتغلنا على الدعم الغذائي وحاولنا أنه المواد الغذائية المقدمة يكون فيها اختلاف نوعي. الأمر ده بيأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وده اللي بيتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف اللي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.